رجعنا لكم ولسه مكملين معاكم في هوهن، واهلا وسهلا بكل الاشخاص اللي انضموا معنا حاليا. يعني كلامنا لسه عن الصداقه ما خلص، وفقرتنا هلا كثير مهمه لانها بتحكي عن نوع مهم كثير من الصداقات، واللي هي الصداقه في الشغل. طبعا يعني عارفين الشغل احنا بنقضي فيه كثير وقت اكثر لما احنا بنقضيه بالبيت، وبيصير نوع من انواع العلاقه الخاصه واللطيفه جدا بين زملاء العمل. بس الصداقه، صداقه الزماله بين السيدات والرجال، هاي شوي مرات في ناس مع انه يكون في صداقه، في ناس بيقول لك لا ما بيصير يكون في صداقه بين الرجل والمراه سواء كمان بالشغل، او في ناس بتحط حدود معينه، خلينا نحكي للستات والرجاله، وفي ناس لا بتامن انه لا هدول بقضي معهم وقت اكثر، هدول صاروا جزء من عيلتي فانا بدي اطلع معاهم واجي معهم حتى بعد انتهاء ساعات العمل. بين مؤيد ومعارض، لازم رحب اكيد مع بعض مشاهدينا بضيوفنا المنورينا في هو وهن، الكاتبه الصحفيه الجميله بمجلة صباح الخير بمؤسسة روز اليوسف هايدي فاروق، أهلا وسهلا فيكي، والموديل الجميلة برضو سيلفانا سعد، أهلا وسهلا فيكم. أهلا، شو أخباركم؟ تمام؟ الحمد لله تمام. يعني بالبداية بدي أبلش فيكي أستاذي هايدي، هل أنت مع الصداقة بالشغل بشكل عام بين سواء كان بنات مع بعض أو أولاد مع بعض ولا لا؟ طيب خلينا في الأول نتكلم على إن الصداقة في العمل عموما هي من الأشياء المهمة جدا، لأن هي بتدي جو داعم للعمل، وده في كمان يعني مختصين قالوا إنها أفيد للصحة العقلية. أوكي. لأن طبعا حضرتك عارفة إن جو العمل بيبقى جو موتر، فيه ضغوط كبيرة جدا، فالإنسان بيحب إن هو يقضي وقت مريح ووقت كمان لطيف يعني. مظبوط. في جزء تاني كمان، هل يعني في دراسة حديثة صدرت في أمريكا وأنا كنت بعمل سيرش لقيتها، إن يعني هي دراسة رصدت إن 70% من العاملين بيبقوا سعداء في العمل بسبب الجو المريح. أوكي. وإن 58% من العاملين ممكن إنهم يرفضوا عقد عمل جديد في مكان جديد لو هما ما كانوش على توافق مع الزملاء الجداد اللي هما رايحين، وفي 51% بيفضلوا محافظين على العلاقات اللي هي كانت في العمل حتى بعد ما ينتقلوا لعمل جديد. مزل. فده يؤكد إلى أي مدى إن الصداقة في العمل مهمة جدا. يعني أنت مع سواء كان بين ستات ورجال أو ستات لحال ورجال لحال. بس أنا يمكن ليا مصطلح يعني ما بين الصداقة وما بين الزمالة. يعني يمكن الزمالة ليها شوية بتبقى جافة، الصداقة أكتر انفتاح. أنا بحب أسميها إن هو يبقى فيها علاقات إنسانية. علاقات إنسانية لطيفة ما بين الطرفين. بس طبعا يعني ممكن نتكلم بعد كده عن الصعوبات اللي ممكن تواجه تشكيل الصداقة في العمل. أكيد أنا معك. هلا بدي أسمع رأيك أنت كمان سيلفانا، سبيشلي إنه أنت موديل وبالمجال اللي أنت حضرتك بتشتغلي فيه كمان في نوع من أنواع المنافسة، وبتعرف إحنا معروف عن الستات إن إحنا من نفسا وشوي مرات بيكون عامل الغيرة مسيطر أكثر. فأنتي هل أنتي مع صداقة المرأة والمرأة داخل العمل أو حتى صداقة الرجل والمرأة داخل العمل أو لا؟ هو طبعا بعد كلامها طبعا كله أنا يعني متفقة معاه فعلا فيه. والصداقة يعني حضرتك ذكرتي نقطة الغيرة، بل بالعكس في غيرة بتبقى بناءة. صح. ان الشخص عايز يبقى برضو أحسن، بس في نفس الوقت ما أكونش بغير من الشخص اللي معايا. أوكي. بالنسبة للصداقة مع الرجل أو الأنثى، لا هي عادي جدا طول ما إحنا قادرين ان احنا نتعامل بالثقة وعندنا حدودنا طبعا. فطول ما احنا قادرين ان احنا نتعامل بالثقة مع كل الناس فمش هتفرق الجنس قوي، فهو التعامل واحد. يعني انتي مع الزمالة او الصداقة بداخل نطاق العمل بس بحدود معينة. بالزبط. طب بدي ارجع لك استاذي هادي، يعني هلأ سؤال هو ممكن شخصي نوعا ما، هل انتي كونتي صداقات داخل عملك وامتدت لبعد ساعات العمل، ولا خليتيها بس على مستوى الزمالة تخلص ساعة تصير 6 ولا 7 كل واحد صباح خير وخلص؟ لا طبعا هو الإنسان ما يقدرش يعيش من غير أصدقاء، وخاصة أن احنا بنقضي فعلا في العمل أوقات طويلة سواء خلال اليوم أو في مرحلة عمرنا بشكل عام. يعني بالنسبة لي أنا يمكن شغلي برضو فيه تنافسية، فيه طموح أعلى يمكن من أنه هو مش شغل مكتبي أو شغل روتيني شوية. بس طبعا أكيد كان ليا بعض يعني الصداقات اللي استمرت كمان بعد العمل، حتى في الأماكن اللي يعني اتنقلت
منها او رحت اماكن جديده وكانت ما بين الجنسين يعني. أوكي. بس انا طبعا مع الحدود يعني مع الحدود ومع ان هو كمان حتى ما بين المراه والمراه او المراه والرجل في العمل لازم يبقى في حدود لان أوكي. بيئه العمل هي بيئه يعني هي بيئه اكبر من بيئه المدرسة او الجامعه لان احنا يمكن كل ما بنبقى اصغر في السن وكل ما بيبقى يعني الخيارات اصغر شويه بيبقى من السهل ان احنا نكون صداقات ويبقى بنعتز بيها جدا. لما بنبتدي نكبر والمسؤوليات بتزيد والمنافسه واللي حضرتك اتفضلت بيه والغيره وكل ده بيبقى صعب شويه. وفي مجال العمل كمان يمكن احنا بيبقى عندنا يعني تشكيله كبيره فكريه وثقافيه واجتماعيه وعمريه كمان صحيح. يعني يعني اللي في شغلي مش كلهم في سني ومش كلهم من نفس افكاري ومش كلهم من نفس ثقافتي. فعلشان كده اقدر اقول لك ان مش كتير استمروا معايا ومش كتير برضو طلعت بيهم من العمل. واللي استمر هو يعني مش لانه في العمل لا لانه كان قريب من الصفات الشخصيه. اوكي اللي هي يعني خلينا نحكي توافق على المستوى الاجتماعي على المستوى الفكري مش لانه هم لمجرد انهم في العمل. اوكي اوكي فهمت عليكي. طب وبالنسبه لك انت كمان سلفانا يعني احكي لي ايش عشان ارجع بنفس السؤال اكيد عند استاذه هادي ايش الصعوبات اللي انت بمجال شغلك لقيتيها وهل فعلا طلعتي في صداقات استمرت بعد العمل ولا لا؟ ايوه اكيد طبعا هي الصداقات مش بس مجرد ان احنا تعرفنا على بعض في جامعه لا ممكن تعرف على بعض في الشغل في اي حته. الصعوبات اللي ممكن اكون قابلتها ان للاسف مع انفتاحنا بقى فيه ثقافات كتير جدا غير عاداتنا وغير تقاليدنا فللاسف بقى الموضوع صعب ان انت بتبقي عايزه تكوني فريندلي ودوده مع الناس بس في نفس الوقت انت عايزه تحطي حدودك لان مش عايزه يكون في انفتاح قوي. فايوه طلعت بصداقات جميله جدا الحقيقه ولكن برضه ستيل لازم يكون في زي ما ذكرت حدودنا وبس. اوكي وبالنسبه للصعوبات اللي حضرتك حابه تحكي عنها شو هي الصعوبات ممكن جد تواجه ال 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 بغض النظر عن جنس الزملاء بالعمل شو الصعوبات ممكن انه بتحكي لا ما بدي اكون انا قريبه عشان بيصير معي مشكله وما بدي اكون بعيده عشان ما احسش حالي منبوذه كمان شو الصعوبات اللي بيواجهها الشخص بالعمل؟ هي كانت الصعوبات يمكن في نوعيات الاشخاص اللي هم بيبقوا في العمل يعني في عندنا طبعا انت حضرتك عارفه ان في انماط معينه كده بتبقى في العمل يعني وهي لسه يعني في حاجات متعارف عليها زي العصفوره اللي هو فده طبعا بيبقى فيه صعوبه شويه ان يعني نحن الامان باريحيه او بندي الامان. في كمان اوقات بيبقى في شخصيات مسيطره في الشغل يعني بتميل احنا بنقول لها ان هي بتميل ان هي تعمل شله او يبقى في شلاليه. أوكي. دي برضو من يعني من الصعوبات اللي كانت بتواجهني يعني انا يمكن طبعي ما احبش يبقى محسوبه على شله حد او كده بس دي ساعات بتبقى في العمل هي المتحكمه فدي برضو من الصعب. في كمان الشخصيات السلبيه ودي انا بالنسبه لي كتبه. اللي بتصدر طاقه سلبيه او اللي هي بتمص الطاقه بتاعت الفامبايرز ودي في الشغل صعبه جدا لان هي يعني بتاخد من النجاح وبتادي الانسان ان هو ممكن ان هو يبتدي يشوف كل حاجه يعني كئيبه وانا مش قادر اروح الشغل تاني حتى لو انا من جوايا ان انا حابه شغلي بس اللي حواليا مصدرين لي الطاقه دي. انا شايفه ان ده شخصيه صعبه جدا خاصه ان هو ما بيتمش اكتشافه بسرعه صح. يعني بنقعد وقت طويل عشان نكتشف ان ده شخص طاقه سلبيه. طب والشخص طبعا المفشي الاسرار لان ممكن يعني لو في احنا بحكم ان احنا قاعدين وقت طويل بيبقى في فضفضه ساعات بيخرج كلام حتى مكالمه تليفون فالشخص اللي هو غير مسيطر على لسانه ده برضو من الاشخاص اللي برضو الشخص المخترع قصص كمان معينه يعني بتلاقي كمان في مؤلفين موجودين بيكونوا وراء بالعمل. طب انا عندي